سلام بنات، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. كيف ما كتشوفوا كبدات اليوم ان شاء الله كنشارك معكم الشجيرات هادو اللي كنسبق لي شاركتهم معكم وقلت لكم غنصايب لكم به المربى. كيف ما كتشوفوا الزفزوف او العنب او النبق الكاذب. المهم الكبدات عنده بزاف ديال السميات وانا غنفكر لكم واحد السميه اخرى مشات لي الكبدات ديالي. كيف ما كتشوفوا الكبدات هنا تنقطعوا معكم هادو تيكونوا طايبين. الكبدات تيكونوا معسلين، تيكونوا الداخل ديالهم كاع بدا كيتبدل لون، يعني تيعطيو واحد الحلاوه. هنا الكبدات كيف ما شفتوا جبت يا الكبدات ديالي هاد السطيل. المهم كنبغي نجيب شي حاجه ولا هكا كنخدم بهاد الشبيك السطوله ولا شبيكات كيف ما كتشوفوا معايا زوينين بالضبط نقيين وخليهم غير لهذا الشيء. المهم البنات الزفزوف او العنب مهم كاين لكم عنده بزاف ديال السميات وكاين شي وديه ما كنفكرهمش لقيت اللي كنبغيهم ما كنتفكرهمش. المهم كيف ما كتشوفوا تبارك الله راه ثقلين البنات وعاد راه حتى هاد الوقيته هذه كتكون الشتا وهكا كيبدا كيطيح. ايوا هنايا الكبيدات عمرت معايا واحد سطيل ماشي عمرته ولكن غير واحد شويه البنات. صراحه ما فيه الشوك راه الا دقاتك شي شوكه كتبقى هكاك البلاصه ديالها عرفتي الصباع ديالي انا هكاك بقاو فيهم دوك الشوكات كحلين الشوك ديالو كحل ومسموم تيبقى كيحرقك في يديك. المهم الكبيدات شوفوا معايا هنا خديت الكبيدات هذوك عرفتي ولدي كيعض وكيعاود رمانيا في هاد الشبكه هنا. خديت هاد الشبكه هادي ودرت فيها هذاك الشيء اللي جبت ما جبتش بزاف البنات ما عرفتش تكون شي كيلو شي حاجه هنايا. المهم راه هو هكا يعني ما تيكونش يابس راه تيكون ثقيل. شوفوا معايا هنا صافي غادي نغسلوا الكبيدات مزيان مزيان وطبعا تحيدوا منه دوك الوريقات ملي كتكونوا تقلعوا فيه دوك الوريقات وهكا وتتنقيوه. كي شفتوا معايا انا قطعتهم الشجره يعني مجموع داك الشيء اللي في الارض وكاين تبارك الله اللي طاح حتى طاح في الارض ومع هاد العجاج وهاد الشتا تبارك الله الارض عامره به. ايوا صافي الكبيدات ها نتوما كيف ما كتشوفوا الشكل ديالو هو بحال النبق غير هو كبير على النبق وعنده واحد المذاق في شكل يعني مختلف على النبق تماما. وعاد ملي تيطيب تيعطي واحد ملي كيكون طايب هو يعني هو تيطيب تيتعسل تيعطي واحد الحلاوه زوينه وتولي اللون ديالو من الداخل قهوه. صافي الكبيدات هنا خديت وكيف ما شفتوا درتو في واحد الكوكوت غسلته انا درتو كامل ودرت معاه واحد العويده ديال القرفه وغادي كبيدتي نسد عليه في الكوكوت ما غتنفعني ليه غير الكوكوت هكا الا درتو غير هكاك ما تيطيبش دغيا. المهم ضروري ديروا له الكوكوت وكتسدوا عليه من الساعة حتى 40 دقيقه وطبعا تديروا فيه الماء كثير يعني واحد جوج جيترو ديال الماء ولا جيترو شويه وتتسدو عليه وتتخليه كيف لكم 40 دقيقه. هنايا كبيداتي ها نتوما من بعد 40 دقيقه كيف لكم 30 حتى 40 انا خليته 40 دقيقه شوفوا تبارك الله كيولي. ايوا هنايا الكبيدات من بعد ما طاب كيف ما شفتوا معايا تعسل شوفوا داك الماء ديالو كيفاش ولا داك الماء بوحديتو راه عصير. ايوا صافي الكبيدات هنايا غادي ناخذ الحكاكه ديال المطيشه. صافي كبيدات غناخد الحكاكه ديال المطيشه وغادي نطحنوا فيها هذيك حيت كتعزل العظومه وكيف ما شفتوا معايا انا دايره بالعظم ديالو حيت ما يمكنش عاد تحيدي له العظيمات وتنقيه راه صغيور. مهم اي فاكهه بحال هكا صغيوره راه بحال الا درتو نبق او النبق حتى هو راه تديروا ليه نفس الطريقه الكبيدات. ايوا هنا صافي كي قلت لكم غادي ندي تنطحنوا مزيان الكبيدات بهذيك الطحانه وتيتعزلوا ليا دوك العظيمات كيبقاو غير العظيمات وديك الجلفه الغليظه اللي ما تتهبطش. ايوا صافي كبيداتي وغادي نرجع لكم باش تشوفوا الشكل ديالو كيفاش ولا من بعد ما تطحن. ايوا هنايا الكبيدات كي قلت لكم صافي نطحنوا ونرجع لكم. هنا تصفى داك الماء شوفوا غير بغيت نوريه لكم تصفى داك الماء هبط صافي غادي نطحنوا وعاتوا مع فيه العظيمات يعني كيكون شويه صعيب في الطحين تتشدوا هذيك الطاسه ولا شي حاجه اللي كطحنوا فيها
وتتزيروا يديكم على سميتو عندنا مره مره كتملص ليا كيف ما شفتو حيت العظومه تيدخلوا تحت الحكاكه. ايوا صافي من بعد ما نكملوا ان شاء الله وغادي نرجع لكم باش ندوزوا للمرحله اللي قبل الاخيره. هنا كبيدات من بعد ما طحنتو كيف ما شفتو معايا غادي نعاودو بالحكاك عاوتاني يعني ديال المطيشه ما تهبطش ليا بزاف ولكن اللهم هكاك. بالنسبه اللي ما بغاش الجلفه نهائيا تبقى يطحنوا بالماكينه يعني ديال اليد اللي كتطحنوا بها هكا تدخلوها في هاد الطاسه هكا وتطحنوا بها ولا ديروه في مونيكس تطحنوا يعني على حسب نتوما اللي بغيتو. انا عاودت غير الحكاكه ديال المطيشه نقصات ليا شويه الجلوف ولكن ماشي حيدات كل شيء. مهم الكبيدات على حسب نتوما وكيفاش بيتو. هنا كبيدات زدت كيلو ديال سنيده ودرتو فوق البوطه وخليتو الكبيدات كيتسبخ يعني غنخلي عاوتاني 40 دقيقه. مهم كبيدات شوفوا معايا عاوتاني كي قلت لكم 40 دقيقه اخرى هو غادي يبقى حتى يطيب ولا ما قداتكمش 40 دقيقه وبان لكم ماشي هو داك تزيدوه يعني على حسب نتوما وشحال بغيتو. شوفوا كبيداتي هنا الى شوفوا معايا هنا كي قلت لكم الى كان خاطر ملي طحنوا تيبان لكم خاطر ضروري تزيدوا شويه الماء. انا زدت الكبيدات زدت واحد جوج كيسان ديال الماء وخليته كيطبخ مزيان كيف ما كتشوفوا معايا. وهاد الكشكوشه اللي كتبان لكم تدير واحد المعلقه وتتحيدوها كيف ما شفتوا هنا راه انا حيدتها يعني فين ما تيتبخ مزيان مزيان وكتعزل ديك الكشكوشه كتجيب واحد المعلقه وتتحيدو حيت كيخسر المربى ما تيجيش ما يديرهمش عندكم مده طويله وتيغمل لكم من الفوق. الكبيدات شوفوا هنا بدا كيجمع راس الكبيدات بدا كيختار هنايا صافي راه صافي. المهم هنا راه المهم ديك 40 دقيقه راه سالت هنايا صافي غادي نطفي عليها الكبيدات وغادي نخليه. شوفوا القوام ديالو نتوما اللي كتحكموا فيه واش بغيتوه خاطر ولا بغيتوه يكون جاري. هنا الصراحه انا ما درتوش خاطر بزاف ولكن درتو شويه يعني على حساب هاك باش نهزو. المهم انا درتو لوليداتي الفطور كيف كتعرفوا ان الزفزوف زوين صحي للوليدات. صافي درتو بحالك باش نبقى نفطروا به. صافي كبيداتي كي قلت لكم هنا صافي غادي نطفي عليها وغادي نخليها هنا. البنات شوفوا راه خليتها يعني حتى الغد ها نتوما شوفوا القوام ديالو بدا كيختار الكبيدات هنا الغد صافي. شوفوا الشكل ديالو وحتى اللون شوفوا اللون كيفاش كيتبدل كيفاش كيرجع داك اللون ديالو صافي ها نتوما. ايوا هنا الكبيدات خليكم معايا حتى نعمرهم في القريعات. وكي قلت لكم الا بغيتوه تقل من هاك راه تعاودوا تزيدوه التطبيخ. الا بغيتوه تقل من هاك انا خليته 40 دقيقه ولا بغيتوه تقل من هاك عاودوا زيدوه. ايوا صافي الكبيدات هنا غادي نخليكم معايا كيف ما كتشوفوا خرجت لكم برا حطيت لكم يا اختي 11 جيرات ديال الزفزوف. ايوا هنا شوفوا معايا القريعات تبارك الله عمرت منه واحد خمسة القريعات بحال هكا تبارك الله زوينه الكبيدات ان شاء الله تجربوا هنا الاعجاب ديالكم. الصراحه الوقيته ديال هذا الشيء ضروري تستغلوه خصوصا اللي كيكون عنده هذا الشيء يعني موجود ماشي تيخرج يشريه ولا هكا ضروري تستغلوه يبقى عندكم. كي قلتها لكم انا راه باقي عند المربى يعني كل مره تندير المربى كنديرو بكثره تيبقى عندي كنستغلو في حلويات في الماكله في الطورطات في اي حاجه كيبقى عندي. وكيف ما كتعرفوا انني كندير كروستاتات بزاف وكنشاركهم معكم يعني كنستعملو بزاف. شوفوا شو القوام ديالو كيفاش جا واعر واعر الكبيدات وبنين بنين بنين ان شاء الله ينال الاعجاب ديالكم. ما تنساوش من التعليق ديالكم. شكرا لكم كنبغيكم كنموت عليكم.